الجميع متخوف من انعكاسات السجال التجاري بين بكين وواشنطن. الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذر من تصاعد التوترات، معتبرا أنها لا تصب في مصلحة أحد وأن الجميع سيخسر. الصين قررت فرض رسوم جمركية على منتجات وسلع أمريكية، وذلك ردا على قرار واشنطن فرض رسوم جمركية على الصادرات الصينية. فما تأثيرات هذه الحرب التجارية ومن سيكون الرابح فيها؟ طبول حرب تجارية تقرع بين عمالقة الاقتصاد العالمي الولايات المتحدة والصين. الأسواق التجارية من آسيا إلى أمريكا الشمالية اهتزت مع تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن. النزاع التجاري انطلق مع إعلان الرئيس الأمريكي في وقت سابق عن خطط لفرض رسوم جمركية على سلع صينية تصل قيمتها لنحو 60 مليار دولار. الهجوم الأمريكي هذا جاء تحت ذريعة حماية الأمن القومي والخسارات المالية الكبيرة التي منيت بها واشنطن على مدار سنوات بسبب سرقة بكين للملكية الفكرية الأمريكية وغيرها، ليأتي الرد الصيني الانتقامي. لقد قدمنا أكثر من مرة احتجاجات شديدة اللهجة للجانب الأمريكي، وحاولنا تسليط الضوء على التداعيات التي يقوم بها تحت غطاء الحفاظ على الأمن القومي. الإجراءات الأمريكية يمكن أن تضر بمصالح الشعب الأمريكي إضافة إلى الصين وكل دول العالم، وفي هذه الظروف فإننا مضطرون لعرض قائمة مضادة للقائمة الأمريكية، وتصرفنا هذا يقوم على أسس شرعية وسليمة. منظمة التجارة العالمية يبدو أنها ستصبح ساحة في الفترة القادمة لمحاولة حل الخلاف المتصاعد بين قطبي التجارة، فالخسارة التي ستلحق بسبب هذا النزاع ستطال الجميع لا رابح فيها، وأبرزها أوروبا الواقعة في الوسط حيث طالتها التهديدات الأمريكية قبل الصين. التطورات الميدانية تدل على أهمية استغلال الوقت المتاح لدينا للحوار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمحاولة تجنب أي حدث من شأنه أن يقود إلى حرب تجارية. وزير الاقتصاد أوضح خلال الأسابيع الماضية أن الحمائية والحواجز التجارية لا تخدم مصلحة أحد. الاقتصاد العالمي يقف اليوم على حافة الخطر، وكل قرار يصدره ترامب ضد الصين يبدو أن الأخيرة لن تسكت عليه، والخسارة ستكون واحدة نظرا للعلاقة التكاملية التي تجمع اقتصاد البلدين. لكن الخوف الحقيقي يكمن في الإجراءات اللاحقة نظرا لارتباط الاقتصاد بالسياسة. ينضم إلينا من واشنطن عبر خدمة سكايب دان أكنسون، مدير مركز هاربرت ستيفل لدراسات السياسات التجارية في معهد جاتو. كما ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور صادق الركابي، مدير المركز العالمي للدراسات التنموية. دكتور صادق، أبدأ معك. الخطاب الصيني كان مرتفع النبرة، ولكن الإجراءات اعتبرها البعض بأنها يعني إجراءات رمزية. كيف تقيمون الإجراءات التي اتخذتها الصين ردا على الخطوة الأمريكية؟ نعم، بالفعل هي إجراءات إذا يمكن أن نصفها من قبل الصين هي إجراءات تصعيدية وليست يعني إجراءات نهائية، لأن الصين تستهدف من خلال ما تقوم به إعادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى طاولة المفاوضات للتفاهم حول ماذا يطلبه الرئيس الأمريكي، أكثر من كونها إجراءات انتقامية أو إجراءات كرد على ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. ورأينا بالفعل أنهم استهدفوا بعض القطاعات التي تؤثر في السياسة الأمريكية الداخلية، استهدفوا قطاعات المزروعات في تحديدا محصول الصويا الذي هو يعتبر من أكبر المصدرين إلى الصين، والذي رجحت المدن آيوا رجحت فوز الرئيس ترامب، وبالتالي استهدفوا القواعد الانتخابية للرئيس ترامب للتأثير على الحزب الجمهوري للضغط على الرئيس ترامب. طيب، لم توقف يعني استيرادها للصويا لأنه لم يتم تنفيذ أي من الإجراءات من قبل أي طرف الآن. 128 منتجا من قبل الولايات المتحدة تستوردها الولايات المتحدة. صحيح. تم رفع الجمرك عليها. أتحول إليك سيد دان. سيد دان، هل يستطيع الرئيس الأمريكي إعادة التوازن للميزان
الميدان التجاري دون خسائر للولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني اليوم الإجراءات البسيطة التي اتخذتها الصين تكلف الولايات المتحدة الأمريكية نحو 3 مليارات دولار. نعم، أعتقد بأن فكرة زيادة الضرائب أو الجمرك ليست فكرة سيئة جدا، إنها فعل يؤثر على الأسر الأمريكية وعلى الصناعات الأمريكية التي تعتمد على التجارة الدولية والتي تعتمد على استيراد المواد الخام وغير ذلك، حيث أنها تقوم برفع التكلفة وتؤدي أيضا إلى أفعال أو ردود فعل من دول أخرى، وأيضا تزيد من التكلفة الكلية حتى على المستهلك الأمريكي، وبالتالي فإن المصلحة النهائية للمستهلك الأمريكي ليست في ذلك. ونحن نعرف أن هناك قطاعات مثل صناعة الطيران، حيث أن هناك شركات ضخمة تأثرت من سوف تتأثر عقوبات دول أخرى. ونحن نعرف بأن الصين اتخذت قرارات تستهدف قطاعات معينة تعتقد بأنها تؤثر على القاعدة الانتخابية للرئيس ترامب، فهم بالتالي يمارسون ضغوطا لتدفع تلك القاعدة الانتخابية لمواجهة ترامب أو الضغط عليه. وربما على الرغم من تصريحات ترامب إلا أنه قد تكون هناك فرصة للتفاوض بشأن سيد دان، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تخسر 3 مليارات، فيما تخسر الصين من خطوة الولايات المتحدة الأمريكية نحو 60 مليارا. نعم، هناك نوعين مختلفين من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية. النوعية الأولى من الإجراءات هي بأن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت ضرائب على واردات الألومنيوم والحديد الصلب، وهذا يؤثر على الصين بمبلغ حوالي 3 مليارات دولار. والصين ردت على تلك الإجراءات عبر فرضها ضرائب على المنتجات الغذائية ومنتجات الخنزير وبعض أنواع الخمور أو الكحوليات. الذي حدث أمس واليوم هو أمر آخر، بأن الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت الصين بسرقة حقوق الملكية الفكرية، والرئيس ترامب بذلك يستهدف ما يعادل 50 مليار دولار من الواردات، والصين ترد بمبلغ ضخم أيضا جدا. فإنها تصرفات أو تهديدات متوازنة جدا، ليست مبالغ فيها من أي من الطرفين. فإن 50 مليارا زائد 50 مليار هي تعادل 100 مليار، وهذا حوالي سدس التجارة بين البلدين التي تبلغ حوالي 600 مليار دولار، وهذا مبلغ ضخم جدا. طيب، ذكرتم دكتور صادق، ذكرتم بأنها خطوة في إطار مجموعة من الخطوات، ماذا في جعبة الصين؟ يعني ما هي خيارات الصين إن قررت أن تصعد في وجه الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم، من ضمن القطاعات التي استهدفت أو تم الحديث أنها سوف تستهدف قطاع التكنولوجيا، ولكن الصين لم تستهدف الشركات الكبرى. يعني مثلا شركة أبل التي تعتبر وارداتها ربعها تأتي من الصين لم تستهدفها الصين، وذلك في إشارة رمزية إلى الإدارة الأمريكية أنها قادرة على التصعيد لكنها تؤجل هذا الأمر. وبالفعل بدأت أسهم شركة أبل بالانخفاض، لأن المستثمرين بدأوا يشعرون أن الخطوة القادمة قد تكون أبل وقد تكون شركات أخرى. وبذلك الصين ترسل هذه الرسائل للولايات المتحدة الأمريكية أن باب الحوار ما زال مفتوح، وأنهم لا يريدون أن يصعدوا، وأنهم قادرون على الرد لكنهم لا يريدون أن تكون هناك حرب تجارية. واليوم الرئيس الأمريكي أيضا ترامب غرد بأنها ليست حرباً تجارية، وإنما نريد أن نقلص من العجز التجاري ونحمي حقوق الملكية الفكرية. لكن بالنسبة إلى الخسائر، الاقتصاد الصيني منكشف على الاقتصاد الأمريكي بشكل أكبر. كيف؟ الاقتصاد الصيني يصدر قرابة 20% من مجمل ناتجه المحلي، ربع الصادرات تذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالمقابل الاقتصاد الأمريكي
يصدر 11% من مجمل الناتج المحلي 10% فقط تذهب إلى الصين، وبالتالي يمكن للاقتصاد على الرغم من كل ذلك على الرغم من هذا الفارق الكبير بين ما تستورده الولايات المتحدة الأمريكية من الصين وما يعني تورده صحيح. الصين للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الميزان التجاري في عجز كبير، ما أسباب ذلك؟ صحيح، لأن أغلب الشركات الأمريكية تنتج منتجاتها في الصين مستفيدة من رخص العمالة كلفة اليد العاملة، وبالتالي تؤدي إلى عملية هذا الفارق. لكن هذا الفارق مفيد لأن قيمة العجز التجاري عندما تزداد يعني هذا أن قيمة الدولار بالنسبة للين تكون منخفضة، وبالتالي تجذب استثمارات صينية أكبر إلى السوق الأمريكية، في حين أنك عندما تفرض إجراءات حمائية أنت تهرب أو تمنع المستثمرين الصينيين من القدوم، وبالتالي تؤدي إلى خسارات في الاقتصاد الأمريكي. سيد إكسن، دان إكسن، هل توافقون بأنه هذا العجز مفيد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لعجز ميزانها التجاري مقابل الصين؟ أنا أتفق مع الكثير مما قاله ضيفكم في الاستوديو، أتفق معه في الكثير من الأمور. أعتقد بأن إدارة الرئيس ترامب تضع الكثير من التركيز على موضوع التجارة البينية. وجهة نظري هي أن هذا ليس مهما على الإطلاق. ترامب ينظر إلى الصادرات على أنها مهمة بالنسبة بأنها دخل يدخل الأمريكان، وعلى أن الواردات هي أموال تخرج من جيوب الأمريكيين، فهو ينظر إليها على أنها خسارة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن واقع الأمر هو أن نحن نستورد الكثير من الصين، لأن الصين هي أكبر مركز لتجميع المعدات أو البضائع في الكرة الأرضية في العالم. ولكن إذا نظرت إلى ظهر هاتف الآيفون فإنه يصمم من قبل أبل ويتم تجميعه في الصين. إنه الأمر يكلف إن صناعة التليفون هاتف الآيفون يكلف $170، ولكن الجزء الأقل منها يصرف في الصين، الجزء الأكبر يصرف في الولايات المتحدة، والمئة وسبعين دولار يتم تسجيلها على أنها واردات من الصين، وهذا مما يظهر يبالغ في العجز التجاري بين البلدين إحصائيا. ولكن هناك الكثير من الدول التي لدينا علاقات متشابهة معها مثل اليابان وكوريا وغير ذلك، ولكن ذلك تلك مسألة إحصائية. سيد دان، يعني هل تعتقدون بأنه طريق التفاوض أو المفاوضات لا تزال ممكنة؟ يعني هل تعتقدون أنه هذا التصعيد من قبل الجانبين ما هو إلا للضغط للجلوس على طاولة المفاوضات؟ يعني وزير التجارة الأمريكي تحدث عن الاتفاق بين بعد مفاوضات. نعم، طبقا للقانون فإن الرئيس لديه 180 يوما قبل أن يفرض الضرائب، وبين الآن وذلك اليوم فإنه سوف يتحاور أو يتناقش مع الكثير من القطاعات الصناعات الأمريكية أو القطاعات الاقتصادية الأمريكية التي سوف تتأثر نتيجة لحرب تجارية، وهذا سوف يعطيه فرصة لكي يحضر لمفاوضات مع الصين. هناك الكثير من المخاوف الحقيقية والموضوعية والتي لا بد من طرحها، وأفضل طريقة لمواجهتها هو الحوار مع الإشراك اليابانيين والكوريين والكثير من الدول التي تستورد وتصدر إلى الصين والتي تعاني من نفس المشكلة، وجلب هذا الموضوع إلى طاولة المفاوضات في منظمة التجارة العالمية، وأن تكون الفائدة للطرفين. ولكن علينا أن ندرك أنه لابد أن نتعامل مع شركائنا التجاريين بطريقة أفضل، ونلغي هذه الضرائب التي فرضت مثلا على استيراد الحديد الصلب والألومنيوم. لابد أن نحاول الوصول إلى حل مع الصين، حل أفضل لنا ولهم. طيب، يعني في كلام عن إمكانية التكتل ضد الصين، هل هذا الكلام واقعي من قبل الجانب الأمريكي؟
غير واقعي، لأن الصين تعتبر أكبر مشتري للسندات الأمريكية، والصين من أكبر المستثمرين في السوق الأمريكية، والصين أكبر شريك تجاري للشركات الأمريكية، وبالتالي أي تكتل ضد الصين سوف يسيء للاقتصاد الأمريكي. النظرة يجب أن تكون نظرة تكاملية، وأنا أتفق مع السيد دان بأن منظمة التجارة العالمية قد تلعب دورا مهما في الأيام القادمة، لأن التجارة العالمية قد تخسر أكثر من 540 مليار دولار لغاية عام 2020، وهناك مبادرة أطلقتها الصين صنع في الصين 2025. هذه المبادرة لا تخدم فقط الاقتصاد الصيني، وإنما تخدم الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي ترين حالة التكامل بين الاقتصادين، وأي عمل عدائي ضد البلدين يؤدي إلى خسارة مشتركة. شكرا لك دكتور صادق الركابي، مدير المركز العالمي للدراسات التنموية. كما أشكر من واشنطن عبر خدمة سكايب دان أكنسون، مدير مركز هاربرت ستيفن للدراسة السياسات التجارية في معهد كاتو.